خلص مثل ما بدك، لا تصدقني، بس على القليلة صدقها لأمي. طيب فهمني أنت ليش مانك عم تصدقها؟ ليش؟ ليك يا ملهر لو سمحت اسمعني، أنا ما دخلني باللي صار كلياته. أنا سبق وسمعتك، حسب كلامك أنت والخالة يلي قلتوه أنت رح تتزوجي أتارف كرمال تنقذي حياة سمبدا، مو صح؟ ملهر ليك؟ ملهر استنى، ملهر مو هيك الحقيقة، كل شي صار كرمال سمبدا. ملهر عمل لك الحقيقة، أنا ما كذبت عليك أبدا، أنا عملت هيك لأحمي سمبدا. أتعرف هددني إذا ما بتجوزه إنه هو رح يقتلها لسمبدا. أنت وافقتي تتزوجي أتارف كرمال تحمي حياة سمبدا، صح ولا لا؟ إيه لكان وافقي تتزوجيني لتحمي حياة الخالد. المحكمة تبع الخالة رح تصير بكرة، ورح حاول اقنع المحكمة بالسجن المؤبد، بس إذا بتوافقي تتزوجيني رح أطلق سراح الخالة فورا. شغلتك توافقي تتزوجي لتنقذي الناس، لكان هلأ رح تضطري تتزوجيني لتنقذي حياة الخالة. ملهر انت شو عم تحكي؟ إلي شو هي مشكلتك بالضبط؟ لا تعمل فيني، أمي ما لها أي ذنب، هي مستحيل تقتل أي حدا، مستحيل. بعدين فهمني ليش عم تعاقبها هيك؟ شكلك أنت اللي رح تعاقبيها، إذا بترفضي تتزوجيني الخالة رح ينحكم عليها بالسجن مدى الحياة، أو يمكن ينحكم عليها بالموت، كلياني القرار بين إيديك. إذا أنت بتوافقي تتزوجيني هلأ أنا رح أطلق سراحة بكرة وبوعدك بهالشي. كلياني اسمعيني، بفضل إنك تعطيني جوابك بسرعة. بدي أعرف جوابك بهاي اللحظة، يا بتتزوجيني يا بتحكمي على الخالد. يا ملهر هيك شي ما بيصير بهالطريقة. كلياني لسه ما وصلني جوابك. ملهر أنا بحياتي ما فكرت إنك ممكن تكون هيك. جاوبي، الزواج ولا حياة الخالد؟ طيب إذا مضطرة أختار بين حياتي وحياة الأمي، فأنا بدي إياك تنقذ حياة أمي، ومستعدة إني أتزوجك كمان، المهم تكون حياة أمي بأمان. ملهر بترجاك أحميلي أمي، بترجاك. سيدي، ملهر راني بعت حلو لكل العناصر، قال انه رح يتجوز بكرة. طيب يلا. خليني ما شفتك. شكرا. بالإذن. انت شو حكيتي؟ ملهر رح يتزوج؟ ايه هو رح يتجوز. بس من مين؟ كيف ممكن يعمل هيك؟ شو شايفتيني قدامك؟ من عقلك بدي روح واسأله سيدي مين رح تتجوز؟ مستحيل اسأل هيك شي. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجانا وبجودة عالية.